نعم. طيب بدي انقل، لان صار الوقت كمان عم بدهمنا شوي، بدي انقل لرساله لودريون. هل جاوب الحزب على رساله لودريون بالسؤالين اللي سالون اياهم للاطراف السياسيه؟ شوفي، بالمبدا حزب الله اكيد يعني بده يبعث رد على رساله لودريان، وهو يتعاطى بمنطق ايجابي مع هذا الاسئله والمبادره الفرنسيه، باعتبار انه حزب الله كمان بهمه يوصل الى تسويه بعيدا عن كل الفتن والاحتقانات التي تحصل. لكن يلحظ انه نقطتين اساسيتين، اولا تراجع السعوديه اهتمامها في الملف الرئاسي والملف اللبناني عامه. كذلك فرنسا، لانه يبدو ان المبادره الفرنسيه اصطدمت بالسقف الامريكي. لذلك السعوديه وفرنسا تراجعوا خطوات الى الخلف وتقدمت الخطوات القطريه والامريكيه الى الامام. فرنسا حتى الان في العمق لم تتخلى عن المبادره الاساسيه وهي مبادره المقايضه، رئاسه الجمهوريه مع رئاسه الحكومه. هذا المبدا هو الاساس بالنسبه اليها. لذلك بس رسالة عم بتحاول واضح عم بتحاول تقول من خلال رسالة لودريان انه انا للقاء الخماسي حامشي معكم، انتم اذا قادرين تجيبوا جوزيف عون تفضلوا على الساحة اللبنانية جاوبوا، نحن كل المبادرات الفرنسية وكل ما نملك بداخل لبنان لن نستطيع ان نصل الا الى هذه الصيغة. وبالتالي كأنه فرنسا عم تحاول تستنفذ كل خطوات وفرص اللقاء الخماسي لحتى تقول هذا هو الواقع الذي يجب أن نتعامل معه. لذلك كل ما يتحدث عنه من موضوع أيلول وغير أيلول وحان الأوان وبأيلول بده يرجع لودريانو وفي مبادرة قطرية وكذا، بظن أنا هذا كلام وهم وسراب. حتى الآن لم يحن أوان الحلول، لم تأتي، خاصة أنه عودة أمريكا بتكشيرة أنيابها في المنطقة وما يحصل على مستويين، إعادة إحياء المجموعات الإرهابية داعش انطلاقا من البادية إلى الحدود السورية العراقية وتأثيرها على الرياح اللبنانية، وليس آخرها ما حصل في الضاحية. ثلاثة أو اثنين، أنه الولايات المتحدة الأمريكية عادت لتقول أنا موجودة وأنا صاحبة السقف، السقف عندي مش عندكم. لذلك هلأ عم تحاول تتقدم بخيارات تانية. بكرة هلأ اليوم بنخلص الحلقة، بكرة بيصير في اتفاق بين ايران وامريكا، بيصير في اي تغيرات تطورات في المنطقه ما حدا بيعرف، لانه امريكا تريد اعاده الجميع الى بيت الطاعه الامريكيه. لذلك نرى فرملت العلاقات السعوديه السوريه، تباطؤ في العلاقات السعوديه الايرانيه ان لم نكن كذا. امريكا تريد ان تقول اي حلول في اليمن سلاما أو حربا فهي بيدي، التطبيع مع الكيان الإسرائيلي هو أساسي، كل المنطقة هنا يجب أن تسير ضمن السقف الأمريكي. بكرة إذا شفت الجديد عم بتغطي أحداث ميدانية في اليمن لا تتفاجئي، إذا عم تغطي أحداث ميدانية عسكرية تحصل في اليمن، إذا شفت وقرأت خبر أن هناك مسيرات يمنية انطلقت من اليمن نحو أهداف معينة ما حدا يتفاجأ، لانه الوضع باليمن مش ماشي حال. يعني الاتفاق انتهى؟ لا ما انتهى، لا ما. يعني اذا ما انتهى. يعني اذا الاتفاق ما انتهى، امريكا تعمل على فرملته وتباطؤه، وهذا ما يؤكد عزل سوريا عن العراق اللي عم تشوفيه بمناطق الحدود، هذا واحد من اوجهه، لانه عزل سوريا عن العراق يعني عزل لبنان. لبنان شو عنده؟ اساسا خفت الاندفاع باتجاه واضح. سوريا، هذا عمل لك اياه، انه اذا عزلتي سوريا عن لبنان، اذا عزلتي العراق عن سوريا، لبنان وين؟ في قدامي البحر وقدامي سوريا، شوفي شو بدي اعمل؟ وسوريا شو في قدامها؟ في قدامها العراق، الاردن وتركيا، من ناحيه تركيا مسكره، ومن ناحيه العراق عم بيسكروها، ومن ناحيه الاردن بطبيعه الحال اسهل شيء تسكيرها يعني. طيب بس كان من الاساس الموقف الامريكي انه ما عندهم مشكله هن بالرئيس، المهم الاصلاحات المطلوبه منه مع بعض الرئاسه، واساسا امريكا بتعرف تتعامل مع اي رئيس على اساس انه امريكا مصالحها بلبنان شو هي؟ شو تغير قبل ان يحصل هذا التحول في المنطقه؟ قبل أن يحصل، أمريكا كانت حاطت كل جهدها بالحرب الأوكرانية التي تحصل في أوكرانيا، ولكن الآن التفتت في تغير كبير في منطقة الشرق الأوسط، في نظم تحالفات جديدة، روسيا متقدمة في المنطقة، إيران بدأت تتحول من دولة عدوة إلى دولة صديقة.
يعني في متغيرات كبيرة خرقت السقف الأمريكي. أمريكا عادت لتقول أنا صاحبة السقف. نعم.